المستشار يؤكد موعد الانتخابات البرلمانية النمساوية. النمسا وبافاريا تناقشان نظام المساعدات لطالبي اللجوء. المحكمة توجه اتهامات لجمعية رحمة بعدم النزاهة المالية. عدد سكان النمسا يتجاوز حاجز 9.1 مليون نسمة. 350 ألف شخص قام بتغيير شركة الطاقة بحثاً عن مزود أرخص. وناشطون يهتفون داخل مترو فيينا ضد المجازر في غزة. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. حسم المستشار كارنيهام الجدل حول موعد الانتخابات البرلمانية، معلنا أنها ستجرى في 29 من سبتمبر المقبل. ونفى نهما تقديم موعد الانتخابات مؤكدا التزام الحكومة بإكمال فترتها الدستورية. ورحب عمدة فيينا ميخائيل لودفيك بقرار تحديد موعد الانتخابات، مؤكدا أن جميع الأحزاب بدأت التحضير لها، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين الأحزاب مع إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي. ناقش وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر مع نظيره البافاري يواكيم هيرمان نظام مساعدات اللاجئين اعتمادا على بطاقة مزايا عينية بدلا من النقد. ويهدف النظام إلى منع تدفق الأموال لتمويل جرائم التهريب، حيث يرى هيرمان أن تحويلات اللاجئين لبلدانهم تساهم في تمويل الجريمة المنظمة. ودافع كارنر عن بطاقة المزايا كوسيلة لمنع إساءة الاستخدام، مشيدا بخطط بافاريا المتقدمة للتعامل مع اللاجئين. وكانت بافاريا قد طبقت النظام في 4 بلديات في فبراير، وستوسعه ليشمل الولاية بأكملها. وجهت جمعية رحمة النمساوية اتهامات ضد النيابة العامة في غراتس بسبب استخدامها أساليب تحقيق غير نزيهة في قضية لوكسور المرتبطة بالإخوان المسلمين. وكانت المحكمة قد أوقفت تهم الإرهاب، لكن النيابة العامة فتحت تحقيقات جديدة بتهم أخرى مرتبطة بالنزاهة المالية. وترى الجمعية أن النيابة تتجاهل حقيقة عدم وجود أدلة كافية، واتهمت الشرطة بتحقيقها مع 700 شخص في منازلهم بتهم تمويل مشبوهة. ورفضت النيابة العامة التهم المؤكدة أن التحقيقات مرتبطة بتهم أخرى. بلغ عدد سكان النمسا 9.16 مليون نسمة في يناير 2024 بزيادة 0.6% عن عام 2023، وتباطأ نمو السكان بعد تدفق اللاجئين الأوكرانيين في عام 2022. وسجلت فيينا أكبر زيادة في عدد السكان، بينما كانت كيرنتن هي الأقل نمواً، وارتفعت نسبة المواطنين الأجانب من 19% إلى 19.7%، وتجاوز عدد سكان فيينا حاجز 1 مليون نسمة، وشهدت 67 منطقة زيادة في عدد السكان، بينما انخفضت في 26 منطقة، وارتفعت نسبة الأشخاص من أصل أجنبي إلى 1.8 مليون نسمة. قام ما يصل ل 350 ألف عميل في النمسا بتغيير موردي الكهرباء أو الغاز في عام 2023 بزيادة 63% عن عام 2022. وبحث 246 ألف عميل عن مورد كهرباء جديد، بينما قام 100 ألف عميل بتغيير مورد الغاز. وكانت أعلى معدلات التغيير في ولاية النمسا السفلى، وشهدت فيينا وولاية أخرى تغييرات كبيرة في موردي الكهرباء بنسبة 4.2%. وحسب الخبراء يمكن التوفير في التكاليف من خلال تغيير مورد الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة.
عبر عدد من الناشطين النمساويين والفلسطينيين في فيينا عن رفضهم للسياسات الحكومية والأوروبية في التعاطي مع الحرب في غزة بالهتاف داخل مترو فيينا. وتجمع المحتجون في قطار الأنفاق هاتفين برفض استمرار الحرب منذ 130 يوما، حاملين العلامة الفلسطينية ومرددين هتافات تندد بجرائم الإبادة التي ترتكب بحق المدنيين. وأشار المنظمون إلى أن الفكرة جاءت من رغبة بإيصال الصوت إلى أكبر عدد ممكن، فيما كانت ردود الفعل متفاوتة بين الإيجابي والحيادي. في ختام النشرة لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.